بمشاركة 64 فريق من مختلف المحافظات انطلقت البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية مرحلة التجمعات لعام 2023 بمحافظة حمص، والتي تستمر حتى 25 من آب الجاري في المركز الوطني للمتميزين بالمحافظة. أكيد لنعرف معلومات وتفاصيل أكثر سلمى عن مرحلة التجمعات، قديش كانت المشاركة من المحافظات، كيف رح تكون المشاركة مع الطلاب، أجواء التنافس كيف رح تكون. معنا عبر الهاتف من حمص المهندس ثائر لحام، رئيس اللجنة العلمية للمناظرات المدرسية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا، صباح الخير والنور. يسعد صباحك أستاذ. بداية خلينا نحكي اليوم عن البطولة للمناظرات المدرسية مرحلة التجمعات لعام 2023 التي تقام حاليا بالمركز الوطني. نحن هلا الحقيقه بدنا توضيح تفصيل شو هي المناظرات. المناظرات هي عباره عن لعبه، خلينا نبلش من عند لعبه الشطرنج. الشطرنج معظم الناس بتعرفها كلعبه بتنمي المهارات الاستراتيجيه ومهارات التفكير ويمكن الذكاء الى بعض الامور. المناظرات هي عبارة عن توسعة على لعبة الشطرنج بأنه يقدر كمان يتملك المتحدث بالمناظرات مهارات العمل ضمن فريق ومهارات التواصل، أنه المتحدث بده يقدر يكون عنده إمكانية يوقف يعبر عن أفكاره لمدة 8 دقائق قدام لجنة التحكيم وقدام الفريق الاخر. فبالتالي بده يكون عنده امكانيه انه ينظم افكاره صح، يحلل افكاره، يفند الافكار تبع الفريق الخصم، ولحتى يقدر بالاخير يوصل لمرحله انه الحكم هو بيقرر مين الفريق اللي قدر يعبر عن افكاره بشكل افضل. لا شك انه يعني يناقشوا الطلاب المرحلة الثانوية المشاركين جمل جدلية على غاية من الأهمية وأحيانا غاية من البساطة، ولكن بالحالتين عم يتعاملوا معها الحقيقة هيك بتميز لافت. يعني في هلا المناظرات الأربعة اللي هلا عم تنلعب عم تناقش جملة جدلية انه تعود الطفل على انه بالقصص الاطفال الخير دائما بينتصر على الشر، مدى هذا قديش بياثر هذا على تنميه الطفل. فهي قد تكون فكره بسيطه للمناقشه الجدليه بمسابقات المناظرات، لكن احيانا كمان عم يتطرقوا لافكار وجمل جدليه اكثر اهميه، يمكن بعضها لمفاهيم ما بيعرفوها قبل باسبوعين. يعني مفهوم اقتصاد الظل اكيد معظم طلاب الثانوي ما كانوا بيعرفوه، ولكن هلا من 3 ايام كانوا عم يناقشوا اقتصاد الظل وكيف ممكن تأطيره ضمن الاقتصاد الوطني. فكانوا مجبورين يروحوا يبحثوا ويتعلموا عن الموضوع ويستشفكوه ويقدروا يناقشوه. انحكى كان في جملة جدلية عن الدراما السورية وأثر الخطاب الشعبوي فيها قديش أثروا على المجتمع. هي بعض الأفكار هيك بالعموم عن المناظرات. والجميل يعني ذكرت استاذ سائر انه هي المناظرات فعليا بتاثر بشخصيه تكوين الطالب، تواصل اجتماعي، اكتساب معلومات بجميع القطاعات الثقافيه، قديش فعليا بيكتسب مهارات. خلينا نحكي عن الفرق اليوم المشاركه معكم بالمناظرات المدرسيه، كيف عم يتم انتقاء هي الفرق، على اي اساس عم تكون في هنيك معايير معينه او مناظرات سابقه لهي الفرق لانتقائهم؟ اكيد هلا نحن على مدى السنة بيكون في عنا شيء اسمه تحدي سلم. تحدي سلم هو عبارة عن تصنيف للفرق المناظرات المدرسية المشاركة معنا اللي بيبلغ عددها تقريبا 120 فريق مناظرات. هدول الفرق بيضلوا بيتباروا بين بعضهم وبيتزاحموا لحتى يقدر كل واحد منهم يرتفع درجة درجة لا يوصل ليكون ضمن ال 64 اللي بيروحوا على البطولة الوطنية اللي هلا عم تصير.
البطولة الوطنية هلا عم تصير، فمثل ما حكينا انه عندنا 64 فريق من كل المحافظات او من معظم المحافظات، بنقسموا لتجمعين، اول واحد كان ضم محافظات حمص والمحافظات الجنوبية، والتجمع الحالي اللي هلا عم بيصير هو للمحافظات الشمالية، حلب، طرطوس، لاذقية، حما، وبعدين ننتقل بعد يومين بننتقل على اللاذقية ليكونوا بمرحلة النهائيات اللي بتأهلها 20 فريق من التجمعين. نعم أستاذ سائر، يعني بعد ما حضرتك حكيت فكرة واسعة وشاملة عن المناظرات اللي هلا عم بتتم، خلينا نحكي المرحلة التي تلي التجمعات شو هي؟ هي هلا بعد التجمعات بتأهل مرحلة النهائيات 20 فريق بينتقلوا بيلعبوا مع بعضهم باللاذقية ليوصلوا يتأهل من ال 20 فريق يوصل للربع نهائي من فرق، بعدين نص نهائي، بعدين بنلعب يوم الثلاثاء القادم صباحا بيلعبوا الفريق على الاول والثاني، وطبعا بهالحاله هي بيكون كمان بتستمر معنا جمل جدليه على غايه من الاهميه، مو ما بدنا نقول بتلامس الخطوط الحمر وانما تخترقها حتى، يعني نحن الحقيقه عم نشوف طلابنا ابنائنا عم بيناقشوا قضايا وبكل جرأة وبكل مسؤولية عم يناقشوها، يعني أنا في عنا في أي وقت كان عم بيكون تقريبا 96 رأي عم يتعبر عنه، هدول يمكن نقدر نلخصهم، يعني 96 رأي عم بيعبر عنهم 96 طالب لموضوع معين، هدول ممكن يستخلص منهم الحقيقة أفكار لرسم سياسات دولة، لانه الحقيقه على غايه من الوعي هدول الطلاب. اكيد بالختام نشكرك الاستاذ ثائر لحام رئيس اللجنه العلميه للمناظرات المدرسيه، نتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركه. التوفيق اكيد. شكرا. شكرا لك استاذ ثائر.